أفاد مراسل الغد باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة رمانة غربية مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. وخلال اقتحام البلدة اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال تخللها إطلاق للرصاص الحي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طول كرم الزميل خالد بدير مراسل الغد. خالد، ما هي تفاصيل الاقتحام الإسرائيلي لبلدة رمانة؟ نعم، بالفعل هو ضمن سلسلة من الاقتحامات المستمرة والمتتالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل حوالي الساعة من الآن اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة رمانة إلى الغرب من مدينة جنين في محيط حاجز سالم، حيث دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بثلاث آليات عسكرية إسرائيلية إلى وسط البلدة ودارت مواجهات عنيفة تخللها الرشق بالحجارة واستهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية بعبوات ناسفة محلية الصنع، وسط إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص بشكل عشوائي. خلال الاقتحام أقام جيش الاحتلال طبعا حواجز عسكرية داخل البلدة، خلالها قام بالتدقيق وتفتيش هويات ومركبات الفلسطينيين، بالإضافة إلى شن حملة مداهمات طالت عددا من المحال التجارية قبل أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات خلال عملية الاقتحام. هذه العملية تضاف إلى عملية قبل عدة ساعات شهدتها بلدة برقة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس، وخلالها كان السيناريو مشابها لما حدث في رومانا، استهدافات بالعبوات الناسفة، إطلاق نار استهدف الآليات العسكرية الإسرائيلية، أطلق جيش الاحتلال وابلا كثيفا من القنابل الغازية والرصاص الحي صوب منازل المواطنين الفلسطينيين، وبعض الرصاصات أصابت مسجدا كان بداخله عدد من المصلين. يعني بلطف الله وعنايته لم يصب أحد نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي داخل هذا المسجد. في هذه الأثناء نشهد ضمن خارطة الاقتحام التي بدأت في نابلس ثم إلى جنين، الآن اقتحام في مناطق شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية وتحديدا في بلدة جيوس. لازال هذا الاقتحام في الدقائق الأولى، وخلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى البلدة وسط عمليات تفتيش ومداهمة وإقامة حواجز عسكرية إسرائيلية في إطار استمرار ذات السيناريو في كافة مناطق الضفة الغربية بعمليات المداهمة والاقتحام والاعتقال في مناطق الضفة الغربية. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، الزميل خالد بدير مراسل الغد كان معنا من طول كرم. شكرا خالد.